فغلبوا على أمر من أصحاب الكلمة والنفوذ أو الأموال أو الجاه أو السلطة. وربنا عبر بها جاب الكلام بهذه الصيغة: الذين غلبوا على أمرهم، عشان يوريك إنه الناس اللي قالوا الكلام ده ما قالوا دين ولا من باب الإيمان والفقه، وإنما ولا من باب العلم، وإنما قالوا من باب القهر والسلطة والنفوذ والمال. وده في الغالب هم أعداء الرسل. عشان كده في سورة الأعراف أي رسول ربنا رسله أول ناس اعترضوا عليه هم الذين غلبوا على أمرهم، زي ديل ذاته، هم زي ديل ذاته، شفت كيف؟ الملأ وأصحاب السلطة والنفوذ إلى آخره. فالتعبير ده العلماء قالوا، قال ربنا سبحانه وتعالى يورينا إنه فعلهم ده ما محمود. عشان كده ابن جرير قال هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ قال فيه نظر، كونه يكونوا محمودين، قال الكلام ده فيه نظر يعني خطأ، يعني ما محمودين. قال والدليل، وذكر الأحاديث في الصحيحين من رواية عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، أو لعن الله أو قاتل الله اليهود والنصارى. ليه؟ ليه ربنا لعنهم وقاتلهم؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي، وفي قراءة خشية، أن يتخذ مسجدا. يبقى أي زول يعمل على قبر مسجد، حتى لو ما بنى المسجد البنيان ده وميزن أو مسجد معروف، لكن اتخذوا مكان للسجود أو للعبادة، ده اتخذوا مسجد وهو ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أو دفن الزول ودخل القبر جوا المسجد، برضه ملعون، وكل واحد ملعون ملعون. ومن هنا العلماء أخذوا فوائد: الفائدة الأولى تحريم البناء على القبور، الثانية تحريم عبادة الله عند القبور بظن أن العبادة لله مش لصاحب القبر، لله عند قبر الصالح أو الشيخ أو الولي مقبولة، لأنه بيكون اتخذ مسجد، فبالتالي بيكون ملعون من عبد الله عند قبر رجل صالح وظن إنه العبادة هنا عندها ميزة خاصة. الثالث أو الفائدة الثالثة، العلماء قالوا أي قبر قصد لعبادة الله يتخذ مسجد وملعون صاحبه، فكيف بزول القصد القبور بتاعت الشيوخ زي ما بيعملوا الصوفية الليلة وعبد صاحب القبر ما عبد الله؟ إذا عبد الله هناك ملعون، وهو ظاني إنه الشغلة دي هناك مقبولة وكده، فكيف إذا ما عبد الله ذاته عبد صاحب القبر؟ إذا كان العبد الله بالعقيدة ديك والظن ذاك عند هذا القبر ملعون، فكيف بيخلي الله وبيعبد صاحب القبر؟ وده غالب حال الطرق الصوفية الليلة في هذه البلاد وغيرها. ما شفت الجفري؟ الجفري البليد قال شنو؟ الجفري قال أحمد الرفاعي جاء قبر النبي وعند شباك الأعطر وما أعرف ليك، شفت كيف؟ الأعطر، وقال الرسول طلع عليه يده من جوا القبر وقبل أحمد الرفاعي والرسول رجع ثاني. أشافه منه؟ ما هو الإثبات؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ زي يبقى زي شيخ خليفة أكبر كذاب على مستوى السودان أو قد يكون الكرة الأرضية، قال أنا والرسول شفته في النوم، وقال والدليل؟ قال أسأل ولدي منو ما أعرف، ولده منو؟ قال الطيب، قال أسأل ولدي الطيب. ولدك الطيب ده كان داخل معاه جوا البطانية؟ ولو دخل معاه جوا البطانية ما ممكن يحلم معاك سوا سوا يا بليد يا صوفي يا دجال يا محتال. لكن ده كذب اللي ما بين نساوين، كذب اللي ما بين نساوين، ولأنه النساوين إلا من رحم الله عقولهم ضعيفة بغش بين نساوين، وده كله كذب بتاع صوفية. القول الثاني ابن جرير قال هم أهل الشرك، الناس اللي قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، قال ده لا
القول الثاني انهم اهل الشرك، واذا اهل الشرك خلاص نحن امرنا كمسلمين بمخالفتهم. ويا جماعه حكم البناء على القباب والاضرحه واضح، وفي احاديث انه اصحاب ملعونين واصحاب شرار الخلق عند الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام: شرار الخلق عند الله. تقول لي اولياء صالحين؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: شرار الخلق عند الله، من تدركهم الساعة وهم أحياء، أها، والذين يتخذون القبور مساجد. الليلة بقول لك دي الأولياء صالحين، ودال شرار الخلق عند الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلبي شيخ الصفوجية وغيره وقع مذكرة اسمها رسالة مفتوحة إلى أبو بكر البغدادي، وفيها لولوة، وفي النهاية تجويز للبناء على القبور، بناء القباب والأضرحة واتخاذ مساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: شرار الخلق عند الله، من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال أصحاب ملعونين، وذكرنا الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى. قال أصحاب الله قاتلهم، قاتل الله اليهود والنصارى. ليه؟ السبب اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي موطأ الإمام مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما وقعت القبة بتاعت إسماعيل اللي هو في كردفان في لبيض، وقعت قبل أيام والحمد لله، قالوا وقعت بعوامل طبيعية. نحن أي كارثة بقى يشربوها فينا، وهم عارفين نفسهم كذابين. كان اللي اسمه ابو سفيان ده الصفوجي بتاع الحاج يوسف، وده ما عنده حاجه. جاني واحد من اخواننا الافاضل قال لي: ما تمشي تناظره يا ناس، ما اي زول لافي بالشارع بينادوك ناظروه، ما اي زول لافي بالشارع تعال تعال ما تركب تعال نناظرك. ما الشغله ما كده، الله يهديكم، الشغله ما كده. ومناظره زي دي حرام عند السلف، لانه ده زول ذاته الا نجيب صورته للناس نقول لهم في كائن حي اسمه سفيان هو ده يسكن الحاج يوسف الردميه بالنص المهم المايقومه اهون ده، عرفتوها هي حتى بعد ذاك نناظره. يا ناس ما في حاجه، سفيان بتاع شنو وسجم الرماد بتاع شنو، خلاص ما اي زول لافي بالشارع بينادوه بيناظروه. لكن الاتهامات دي بيتهموها للدعوه السلفيه الصحيحه، دعوه اهل السنه والجماعه، دعوه التوحيد ومحاربه الشرك والبدعه ومحاربة الإخوان المسلمين والحزبيين والشفات والدجالين. الدعوة دعوة الحق، لا أي اتهام بيتهمونا له، لأنه الدعوة دي بقت مؤثرة جوا عين وجوا خاش وجوا نخرة أي حزبي وأي سروري وأي صوفي وأي عاطل. دعوة بقت مؤثرة بفضل الله عز وجل. وإذا ما مقتنع ما تجيب لي سفيان ده ما بعرفه، جيب لي الفوق أبوك الشيخ من أي جماعة، أي جماعة في راسك، جيب ابوهم الشيخ الكبير، جيبه اللي يطلع معانا هنا الميدان. عبد الحي ما بقى كورك وبقى يصرخ، ده ما بيجي، لكن احنا دايرين الناس القدر الشغل الحب وجاسه. تعال عرفته؟ ده الموضوع بيكون كده بفضل الله سبحانه وتعالى. والحمد لله كل الجماعات دي اتكشفت في الساحه، كلها اتكشفت. حتى في سؤال هنا قال عن انصار السنه، انا بيت اجاوب عليه، لانه النازل زي ما تكلم الشيخ أو بكر وغيره، الناس إلى الآن ما عندهم حاجة، ما في أي حاجة. الشيخ تلقزني نمر من كرتون، نمر بتاع لعب بتاع لعب لعب، ما في أي حاجة، فاضي ساكت. الناس اللي انتهوا يا ناس، وهم ذاتهم عارفين القضية دي، هم ذاتهم. واحد لاقاني في المدينة هناك قال لي: شلتوا الشباب مننا ليه؟ والله العظيم جد قال: شلتوا الشباب؟ نحن شلنا شباب؟ نحن عندنا فريق كورة؟ نحن بنقول الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال والسلف الصالح قالوا، وبنركب نتخارج بيتنا، والله ما عندنا قضيه مع اي زول، ولا دايرين زول يخش في جماعه بتاعتنا، لانه ما عندنا جماعه.
ولا عندنا رئيس ولا عندنا سكرتير عام ولا رئيس الحزب ولا رئيس المؤتمر. نحن يا أخي أفراد التقينا على القرآن والسنة بفهم السلف الصالح بس، ده الموضوع كله إخوان، بس التقينا على فهم السلف الصالح للكتاب والسنة. دي خلاصة هذه الدعوة المحيرة جميع الدنيا الليلة. كلهم قل لك لا والله انتوا بدعمكم منو؟ الجواب بدعمنا الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عندي، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. واحد على جريدة يعمل معي لغاية وتلي تفضل. السؤال المحير قال اجعلوا في النهاية زي قونا المغربية، جعلوا في النهاية. قال لي بس انت القروج دي قاعد تجيبها من وين؟ قلت له كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال لي ده جواب سياسي، قلت له ده قرآن. قال لي السؤال البعديه، أها الدعم بيجيكم من وين؟ نفس الموضوع. قلت له كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال والله زي ده. قال لي يا أخي ما في جواب أحسن. قلت له أحسن جواب القرآن. قال لي خلاص سلام عليكم. قلت له تفضل طير امشي. عرفتها؟ فالناس عندهم لأنه هم بيحبوا الدنيا، بيحبوا الدنيا. أنت قال لك نحن عندنا قروش، منو أنت مجنون؟ منو قال لك ذات؟ يا أخي افترض عندنا قروش، افترض هسه الله فتح علينا وأدانا قروش في حرامنا يا جماعة، أنت الحارقك شنو؟ ده سؤال منطقي نحن دار نفهمه. والله نحن ما عندنا قروش، لكن هسه لو الله أدانا الحرام وين؟ أنت مجنون ولا شنو؟ زول الله أداه ولا الكريم يدي والحسود شنو؟ زعلان الناس الحسودين وحقودين جدا جدا، وده مما يدل أنه موضوعهم كل الدنيا. فالقبة بتاعت إسماعيل ذاك لما وقعت والحمد لله وقعت قالوا بعوامل طبيعية، قاموا دايرين لصقوها فينا، بعد شوية شغلت كشفت قالوا لا بعوامل طبيعية. طيب وقعت ليه؟ البرعي ما قال إذا حصلت أكبر مصيبة بالسودان ما تمشوا لله، نادوا إسماعيل ده. البرعي صفحة 119 السطر الأول من كتاب البرعي ديوان رياض الجنة ونرد جنة، قال إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. إسماعيل ذا ذاته حصل له خطب وقع فيه راسه اتكسر القبة بتاعته. صوفيا لما شافوها شينا وكلام البرعي ده فضحهم. هسه الشرك ما عنده حبل ذاته، ما عنده حبل ذاته عشان يكون حبله قصير. لقوها شينا قالوا كده نفكر، فكروا ثم قدروا فقتلوا كيف قدروا. بعد شوية قام قالوا لا إسماعيل بن عبد الله ذاته أداه شلوت، قال فارتقى القبة، قال وراقد تعد سرواله ما في، قال لا أداه شلوت فارتقى، قال طوبة وطلع بيت تحت الواطة سنبك، قال مشى المدينة، قال لأنه لقى فساد كبير في هذه البلاد. طيب لو ذول عنده القدرة دي ولقى الفساد يشرد ليه؟ ما يصلح الفساد؟ ذول الصوئم بقه إله، إله زي ما قال البرعي، لأنه قال نادوا من دون الله خلاص، إن بقه إله وشاف الفساد شارد ليه؟ في إله بيشرد؟ في إله بيشرد يا جماعة. ولا كسر القبة عشان يجيب الفضيحة بقلاقل للصوفية ديل الليلة، وكل العالم يعرف إنه الصوفية كيس فاضي، والشركيات اللي بيقولوا دي قول لك نادي ونادي واتبدر، ويا شيخ العلفون، شيوخ العلفون الأسرع من التلفون، وإن كنت في هم فقل يا مرغني أنجيك من كل شدتي إلى آخر، عشان ما الصوفية يتكشفوا، ما كان يرميها، كان يعملها، كان يجي نحن نفكر له، كان يخليها ويقعد بيتها تطلع أصله لو داري يهرب. عرفتها؟ فده كله كلام باطل ومنهج عاطل، منهج التصوف كله. ما يغشك محمد الأمين إسماعيل أو عبد الحي يوسف يقول لك لا التصوف الحق بريء من هذه الأمور، التصوف كله باطل. عرفتها؟ وعبد الحي يوسف والأمين إسماعيل وكلهم باطل ومنهجهم عاطل. عرفت كلامي؟ كلهم منهجهم باطل، منهجهم جد باطل، لازم تعرف المعلومة دي. وديل أهل بدع وأهل فتن وأهل ثورات وأهل إجرام، حتعرفوا الليلة بالوثائق في المحاضرة دي بعد شوية إن شاء الله تعالى.